أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى الخامس، غنشوفو درس يونيتي 1 كونجوغيزون لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف دي بروميي اي دوزيام جروب من خلال كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي للمستوى الخامس، وغنخدمو صفحة 33. اون فا كومونسي. كيستيون 1: Relis pour conjuguer au passé composé. إذا نحاولو نربطو كل برونون سوجي بالفعل مصرف passé composé. إذا 10 ثواني للتفكير وبعدها نشوفو الإجابة. Le passé composé est un temps de passé. إذا passé composé هو زمن الماضي. إذا نشوفو الإجابة. بالنسبة للpassé composé كيتصرف إما مع أوكسيليار أفوار أو لا إتر زائد بارتيسيباسي. بارتيسيباسي اللي غتشوفو ديال بروميي جروب أي دوزيام جروب ساهل. بروميي جروب كنحيد غير أو هنايا أو إر أو كنعمل أو أكسون. بالنسبة لدوزيام جروب كنحيد إي إر أو كنعمل بارتيسيباسي في اللخر إي. إذا نبداو. إذا عندنا إيل بيان سيغ هنايا أبلودير كيتصرف مع باسي كومبوزي. شنو كنعمل؟ عندي il avec s نصرف لوكسيليير avoir j'ai tu as et là nous avons ils ont اوكي وغنعمل participe passé اللي هو applaudi كما قلت لكم كيكون عندي deuxième groupe ir في الاخر كنحيد ir وكنعمل i في الاخر في participe passé. اذا نمشيو هنايا je اذا verb monter كيتصرف مع لوكسيليير être اشنو غنقولوا je suis زائد participe passé مونتي فيرب دو برومي جروب كنحيد او ار وكنعمل او اكسون في الاخر. نمشيو تي تي جي تيا تي ا تروفي اذا تيا زائد بارتيسيباسي تروفي اذا برومي جروب عندنا او اكسون في الاخر. نمشيو ال الي تومبي الي تومبي اذا عندنا تومبي فيرب دو برومي جروب اذا عندنا او اكسون في الاخر. ولكن خاصكم واحد القاعده تعرفوها ان الفعل اتصرف مع يعني في باسي كومبوزي مع لوكسيليير اتر اشنو كيوقع البارتيسيباسي كيتبع لهاد برونون سوجي في التذكير والتانيث والجمع. ومع عندنا هنايا ال مؤنث ضروري نزيدو في البارتيسيباسي او ديال التانيث. ولكن اصرفنا الفيرب بحال هنا ايزو امبلودي مع لوكسيليير افوار بارتيسيباسي ما كيوقعلوش حتى تغيير كنصرف مع لوكسيليير افوار واخا يكون عندي هاد برونون في الجمع او المؤنث الى اخره. نكملو عندنا نو اذا هنا عندنا نو زانفيتي عندنا فيرب انا لوكسيليير اتر اذا نقولو نو سوم زائد بارتيسيباسي اللي هو انفيتي هنايا برومي جروب كنعمل او اكسون. ومادام عندي هنا الفعل مصرف مع لوكسيليير اتر هاد انفيتي في البارتيسيباسي عيتبع هاد برونو سوجي في كلشي ومادام هذا بلوريال اذا غنزيدو اس في الاخر. تري بيان ندوزو نمشيو فو فو زافي روجي الوغ فو هنايا l'auxiliaire avoir يعني مصرف vous avez رجي verbe rugir verbe de deuxième groupe كما قلت لكم في participe passé كنعمل اي في الاخر يعني كتحيد هذيك اي ار وكنعمل اي في الاخر. تري بيان بقات لينا بالنسبه دابا ندوزو للتمرين الثاني. اذا بالنسبه ليكزيرسيس 2 اذا جاوبنا على كل شيء. اذا ندوزو ليكزيرسيس 2 conjugue les verbes suivants au passé composé. اذا عندكم بين قوسين الافعال نصرفهم فياش في الباسي كومبوزي. اذا حاولوا تجاوبوا من بعد شوفوا التصحيح. 10 ثواني للتفكير. ردوا البال بالنسبه لوكسيليير اتر بارتيسيباسي كيتبع هذاك البرونو سوجي او الفاعل سوجي في كل شيء. اذا نبداو سوبر نو اذا فيرب ريوسير كيتصرف مع لوكسيليير افوار. اذا هنايا نصرفوا بعدا نو avoir nous avons et dans le slow nous avons après réussir verbe de deuxième groupe et dans qui compte deuxième groupe que l'aimer if l'achat et dans qu'il y a des ir ou qu'il y a if l'achat et dans le colo nous avons réussi le test nous avons réussi le test et dans très bien monsieur b hier soir rentrer en voiture et dans le verbe rentrer et nana غير واحد معلوم خصكم تعرفوها ما كيكون فيرب يعني في كومبليمون انترانزيتيف يعني كومبليمون اوبجي انديريكت غنعرف ان رونتري هنا غيتصرف مع لوكسيليير اتر لان عندي اون. اذا هنا شنو غنقولو مادام لوكسيليير اتر اذا جو سوي تي اي لي نو سوم
vous êtes idan amlu vous êtes idan rentrez idan rentrez verbe de premier groupe qui m'a قلت لكم كان عندنا premier groupe كنعمل e accent في الاخر يعني كنحيد er وكنعمل e accent في الاخر وشنو كيكون عندي هنايا قلنا l'auxiliaire الفيرب كنصرف مع يعني مع l'auxiliaire être passé composé خاصو يتبع هاد pronom sujet في كلشي ومادام عندنا vous جمع نعملو هنايا نزلو اس في الاخر يعني كان عندي التانيث كنزيد او كان عندي الجمع كنزيد اس اذا هنا نديرو اس لان عندنا هنا فو بلوريال جمع اذا غنقولو hier soir vous êtes rentré en voiture très bien on passe اذا on passe tous les spectateurs verbe applaudir à la fin de la présentation اذا applaudir verbe كيتصرف مع l'auxiliaire avoir اذا هنا tous les spectateurs نعاودوها ب il avec s troisième personne pluriel et dans un colo elles ont applaudi et dans un applaudir un ir في الاخر سهله في الparticipe passé كنحيد ir وكنعمل i et dans on va نقولوا tous les spectateurs ont applaudi à la fin de la présentation يعني جميع الجمهور كيصدقوا في الاخر ديال التقديم oui amchoudé arrivé le premier verbe arriver هنايا كيتصرف مع l'auxiliaire être et dans un colo je suis arrivé إذن هنا arrivé شنو عندنا هنايا arrivé عندنا er إذن premier groupe نحيد er وننزل e accent le premier à la réunion إذن هنا قلنا عملناش مؤنث لأن ما قلناش la première هنا le premier إذن هنا عندنا غير e accent on passe le scientifique multiplié إذن les essais pour trouver le vaccin إذن هنايا multiplié verbe كيتصرف مع l'auxiliaire avoir وهنا عندنا le scientifique ديما سوجي الفاعل عوضو بالبرونو سوجي باش يجيكم ساهل اذا هادي il troisième personne singulier اذا multiplier j'ai tu as elle اذا elle multiplier سهله verbe de premier groupe نحيد er ونعمل او accent اذا passé composé هو زمن كيدل على الماضي كيفاش كنصرفو اما كنصرف لوكسيليير avoir ولا être في البريزون وكنزيد الparticipe passé participe passé سهل verbe premier groupe كنحيد er وكنعمل له accent وبالنسبه للverbe de deuxième groupe ir كنحيد ir وكنعمل i في الاخر كان عندي الفعل مصرف مع l'auxiliaire avoir هاد participe passé ما كيبقى له حتى تغيير واخا يكون هاد سوجي في الجمع ولا التانيث ولكن اكل الفعل مصرف مع l'auxiliaire être هاد participe passé كيتبع سوجي في كل شيء يعني في البلوريال فيمينان يعني في الجمع والتانيث on passe à la question suivante évaluation conjugue au passé composé اذا افعال اللي بين قوسين غتصرفهم passé composé 10 ثواني للتفكير وي غنشوفوا الاجابه اذا عندنا كون نو اذا دو ترافايي فير فينير اذا غنصرفوا مع l'auxiliaire avoir وغنقولوا Nous avons fini. Nous avons fini. Hadi fini participe passé. Hier, l'akhar, kanamil, kanhaid hier ou kanamil i. Et dans le colo, nous avons fini de travailler. Yani, saline al-khadma. Je suis partie avec Mourad de club au club. Dès notre arrivée, Mourad, idan hna, yani, wassalna al-club. Yani, wassal diana Mourad, idan sizi, verbe saisir. إذن هنا عندنا مراد يعني il troisième personne singulier إذن j'ai tu as elle a saisi verbe deuxième groupe نحيد ir ونعمل participe passé i ومادام عندي l'auxiliaire avoir هنا ما يوقع حتى تغيير إذن le ballon il a commencé هنايا سهله elle a commencé عندنا verbe premier groupe نحيد ir وندير e accent في الاخر à s'entraîner sur le terrain يعني بدا يتريني في التيران mais moi هنا verbe choisir إذن avec l'auxiliaire avoir ونقولو j'ai choisi إذن j'ai choisi quoi إذن j'ai choisi de m'entraîner إذن verbe choisir deuxième groupe نحيد ir ونعمل i ونقول j'ai choisi de m'entraîner au gymnase à leur jeu à l'étage بالنسبة هنايا كيما كشفتو à l'étage complément objet indirect إذن أشنو هنايا هنا هاد الفيرب مونتي غيتصرف مع حيت فيرب مونتي خاصكم تعرفوه انه كيتصرف مع افواغ و اتر على حسب اكان كومبليمو هنا غير اوبجي ديريكت كيتصرف مع افواغ ولكن كان عندي كومبليمو اوبجي انديريكت كيتصرف مع ياش كيتصرف مع لوكسيليير اتر هنا عندنا اليتاج اذا كنقولوا
مثلا كنقول جو سوي مونتي على اسكالي يعني هنايا ولا اكسيتيرا كنعمل لوكسيليير اتر. ولكن مثلا يعني كان عندي كومبليمون اوبجي ديريكت كنعمل هنايا لوكسيليير افوار. هنا عندنا على ليتاج غنعملو لوكسيليير اتر ونقولو جو سوي مونتي. وعندنا هنايا او ار غنحيد او ار في البارتيسيب باسي غنبزل او اكسون وغنقول جو سوي مونتي على ليتاج. Très bien. On passe à la question suivante. Réécris ces phrases au passé composé. إذن عندي الجملة مصرفة والفعل مصرف présent indicatif. إذن نحولو le passé composé. 10 ثواني للتفكير. Très bien. نشوف الإجابة. هنا عندنا الجملة الأولى A elle tombe en descendant les escaliers. إذا verb tomber كيتصرف هنايا مع l'auxiliaire être. عندنا elle إذا شنو غندير elle est. Elle est tombée. هنا verb tomber ER في الآخر كنعمل E accent في participe passé. وإذا هنا الفعل مصرف معايا مع l'auxiliaire être. إذا هاد participe passé غيتبع هاد sujet يعني prendre sujet في التأنيث في كل شيء هنا مؤنث. إذا عندي أ ديال التأنيث هنايا في الأخر وغنقول إلي طومبي أون ديسوندون لي زيسكالي. نمشيو لبي نو فينيسون نوتر بروموناد أو بارك فيغ فينير مع لوكسيليير أفواغ غنقولو نوزافون فيني فيغ فينير إي إر في الأخر غنحيد إي إر وغندير إي وغنقول نوزافون فيني نوتر بروموناد أو بارك. سي أ لا فان دو كور جو رونج ميز أفار دون لو كازيي. À la fin du cours, verbe ranger, j'ai rangé mes affaires. Ranger, ER, l'akhar, que n'aime le participe passé au accent, en colo, j'ai rangé mes affaires dans le casier. D, vous fournissez beaucoup d'efforts pour réaliser votre rêve. Vous, verbe fournir, verbe de deuxième groupe, en colo, vous avez fourni. Fournir, ER, l'akhar, participe passé, en zel i. وغنقول vous avez fourni beaucoup d'efforts pour réaliser votre rêve. نمشيو الجملة E. Tu arrêtes de te chamailler avec tes camarades. إذا verbe arrêter. إذا شنو كنقولو tu as arrêté. Verbe arrêter ER في الأخر في participe passé كنزل E accent de te chamailler avec tes camarades. إذا هنايا vous avez fourni beaucoup d'efforts بديتو بزاف مجهود باش تحققو الأحلام ديالكم. إذا هنا بالنسبة كما كتشوفوا الافعال كاملين اللي مصرفين مع لوكسيليير افوار. اذا هنا بالنسبه للبارتيسيب باسي موقع له حتى تغيير اذا حيت مصرف مع لوكسيليير افوار. هنا ما كيكون مصرف مع لوكسيليير اتر البارتيسيب باسي كيتبع هذاك السوجي ولا برونون سوجي في لو جونغ اي لو نوم يعني في التذكير والتانيث والجمع. بهذا نكون سالينا صحه صفحه 33. نتمنى لكم فتكون. شكرا والى اللقاء.